مرحبا بكم. من ملفات الحقائق الأربع لليلة ملف باش يهزنا إلى سواحلنا، السواحل التونسية في أكثر من نقطة، سواحل جميلة خلابة مزيانة ياسر كان خليناها. منها مثلا سواحل قليبيا، قليبيا لابلونش ولا البيضاء كما تتسمى، وهذه من أشهر المناطق اللي عندنا في قليبيا وأجملها. أما هالمناطق هذية تنجم تولي أطلال ونفقدوها بصفة نهائية. عكس هذه الصور الجميلة اللي جينا من قليبيا، جاتنا صور أخرى. فرجوا، هذه الأمراض، طفوحات جلدية غريبة وعجيبة توجدت عند بارشة من متساكني قليبيا اللي يعوموا في البحر وإلا اللي عندهم أنشطة رياضية في البحر. كي جينا نثبتوا في الموضوع لقينا وأنه هذه الأمراض اللي الأطباء أكدونا اللي هي جاية من مياه البحر الملوث، تلوث البحر بفضل المصبات اللي فيه. شوفوا التصاور، صور تغني على التعليق. هاوكا في وسط الرمل الأبيض تاع قليبيا المشهور، هاوكا الماء أكحل ماشي بكميات كبيرة ياسر مباشرة للبحر. مياه التصريف الصحي، مياه لوناس بدرجة أولى اللي قاعدة تتصب بكميات كبيرة، كل ما فاضت عن الكميات اللي ممكن معالجتها قاعدة تتصب في البحر. شنو اللي صاير بالضبط في سواحلنا؟ شنو اللي صاير في قليبيا، في برج السدرية، في رادس، في الزهرة، في حمام لنف وغيرها من المناطق اللي تشكي من لوناس؟ حققنا في الموضوع وليلة شوفوا التفاصيل.